السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. الوصفة دي سهلة وبسيطة، مكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، يعني مش هنكلفكم حاجة، حاجة سهلة جدا في نفس الوقت هتحرق معانا الدهون المتراكمة، الدهون اللي بقالها سنين، الدهون الصعبة اللي في منطقة البطن، اللي في الجوانب، اللي في الارداف. كل الحاجات الصعبة دي ان شاء الله هندوبها خلال اسبوع واحد بس من تناولك الوصفة ديت، ان شاء الله هتنتهي كل المشاكل ديت. ولو انت في جسمك مية او سموم او في اي حاجة، ده ان شاء الله هنعمل الوصفة دي هتخلص الجسم من السموم ومن المية الزايدة وكل المشاكل اللي احنا دايما بنعاني منها. بصوا يا بنات، انا عملت النهارده الوصفه ديت علشان كان في اخت على القناه امبارح كانت بتسال مفيش وصفه سريعه بدون ريجيم بدون تعب. ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض الوصفه دي، يعني كويسه جدا، هتنزل معاكي كل السموم اللي في الجسم وهتنزل معاكي الميه الزايده. ولو انت جسمك ما كانش بيحرق او قليل في الحرق شويه، او لا قدر الله فيه غده ولا حاجه وجسمك ما بيحرقش، ان شاء الله الوصفه دي هتسرع معاكي معدل الحرق وهتنزل كل كتل الدهون الموجوده في جسمنا. هقول لكم على حاجه بس بسيطه كمان بالاضافه الى الوصفه ديت، هنعمل ايه؟ هنقلل بس من الاكل شويه، يعني احنا بدل ما بناكل كميه كبيره، لا نمسك نفسنا شويه ونحاول بس ان احنا نعمل تحدي مع نفسنا كده، علشان يعني خاطر ان احنا نحافظ على صحتنا وخاطر كمان ان احنا نحافظ على مظهرنا ومظهر جسمنا. تمام، هنحاول نقلل من اكلنا شويه، يعني نمسك على نفسنا كده ونحاول نقلل من اكلنا شويه. تاني حاجه السكريات نبعد عنها خالص، عايزه تاكلي سكريات كلي بكميات قليله جدا جدا، وحاولي بقدر الامكان ان انت تبعدي نفسك عنها على قد ما تقدري. تاني حاجه نبعد عن السكر، السكر الابيض، السكر يا جماعه اللي في الشاي اللي بنستعمله في حياتنا اليوميه، حاولوا ان انتوا بس امنعوا نفسكم اسبوع واحد بس، اسبوع واحد بس، وان شاء الله هتشوفوا نتيجه كويسه جدا. الناس اللي هي بتاكل بقى نشويات كتير والحاجات ديت برضو نقلل منه. صدقوني والله العظيم لو انتوا اتبعتوا الخطوات ديت، ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام هتبص تلاقي وضعك خلاف الوضع بتاع اللي انت شايفاه تماما. كمان هقول لك على حاجه، عايزه تخس بسرعه اشربي ميه كتير، دي اول حاجه انا بنصحك بيها. حاولي ان انت لو انت قدرتي تشربي 3 لتر ميه في اليوم اشربيهم، حاولي ان انت تشربوا ميه كتير على قد ما تقدري. الميه يا بنات كويسه جدا، اول حاجه ان هي بتحسسك بالشبع، كويسه جدا لشعرك، كويسه جدا لبشرتك، كويسه جدا لجسمك. تمام، علشان ما اطولش عليكم بقى نحط لايك للفيديو، سموا الله، وعايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه مع زمايلكم واصحابكم علشان ناس كتير تستفاد منه. وعايزاك تكتبوا لي في الكومنتات كتير كتير، اكتبوا لي يا جماعه كومنتات كتير، واللي شير يكتب لي تمام. تمام، واللي عايز اي سؤال برضو يسال وان شاء الله هنجاوب عليه. نخش في الوصفه بتاعتنا علشان ايه ما نطولش عليكم. مبدئيا كده يا جماعه احنا هنعمل وصفه كويسه جدا النهارده، وصفه صحيه وفي نفس الوقت هتخلص جسمنا من السموم، اللي هي ايه؟ هقول لكم عليه. نبعد المج ده دلوقتي علشان احنا هنحتاجه. اول حاجه انا معايا كده حاجه، ده اللي انا ان شاء الله هغلفها الوصفه. تمام، طيب تاني حاجة بقى ان شاء الله، او ده اول مكون معايا في الوصفة بتاعتي، ده كده يا جماعة الكزبرة الحصى، شايفين هي بتبقى عبارة عن حبيبات كده، ممكن تجيبها من عند العطار. الدول التانية بقى معرفش بصراحة هي اسمها ايه، اللي عارف اسمها يكتب لي في الكومنتات تحت عشان برضو ابقى عندي خلفية. تمام، ده يا جماعة كزبرة، الكزبرة الناشفة اللي احنا دايما بنستخدمها في مطبخ وعلى اكلاتنا. تمام، ده كده اهوت هناخد منها كده اول معلقة، وده برضو تاني معلقه. الكزبره يا جماعه بتكون نظيفه ومتنقيه كويس جدا علشان هنغليها، ونحاول ان احنا نشطفها شطفه خفيفه، وحاولي ان انت تعملي كميه واشطفيها ونشفيها بعد كده وعينها عندك وقت ما تعوزيها تستعملي. تمام كده، تاني مكون بقى معايا اللي هو ايه، معلقه كبيره. خلي بالكوا انا بعاير بالمعلقه الكبيره عشان انا هعمل كميه كبيره شويه من الميه. ده يا جماعه شيء اخضر، ده شيء اخضر سايب برضو بجيبه من عند العطار، هاخد بس معلقه واحده. بعد كده معايا كمان مكون زي ما انتم شايفين، ورق اللورة. تمام اهوت، هاخد برضو كده حوالي 4 ورقات او 5. عاوز اقول لكم يا جماعه ان ورق اللورة او ورق الغار ده سحر لوحده في التخسيس او في حرق الدهون. يعني انا حطيت 3 مكونات، الشاي الاخضر كلاتنا طبعا عارفين ان هو كويس جدا في حرق الدهون، ورق اللورة، الكزبرة اللي بتنزل كل السموم، والمية اللي متخزنة في الجسم. خدوا بالكم من كلمة المية اللي متخزنة في الجسم،
في يعني في ناس كتير بتبقى جسمها مخزن ميه، الكزبره دي الواحده ده بتنزل كل الميه وكل السموم اللي موجوده في جسمنا. كويس كده احنا عملنا 3 مكونات كويسين جدا. بس هقول لك على حاجه، لو انت حامل ابعد عن الوصفه دي خالص، تمام؟ طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هننزل عليهم بالميه المغليه، هننزل عليهم بحوالي 3 كوبايات ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده. ده كده يا جماعه اهوت حطينا 3 مكونات زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ ده 3 كوبايات ميه. اهم حاجه هغطي عليهم علشان البخار دوت ده انا محتاجاه، مهم جدا عندي اهو، وهغطي عليهم وهحطهم على النار تقعد كده حوالي 10 دقايق على نار هاديه، وان شاء الله ارجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا زي ما انتم شايفين اهيت. هنفتح بقى دلوقتي كده، والمفروض اصلا ان انا ما افتحش عليها الا ما تبرد خالص، لان انا قلت لكم قبل كده البخار ده يا جماعه انا عايز استفاد منه، تمام؟ بس انا بس عشان اصفاه معاكم وانهي معاكم الفيديو. هنعمل ايه بعد كده؟ اهو لو انتوا لاحظتوا كده ان اللون بدا يتغير زي ما انتم شايفين، كل الفوائد بتاعه الكزبره نزلت، وورق اللورا والشاي الاخضر، تمام؟ كل الحاجات ديت كلها حاجات صحيه وكويسه جدا، ما فيش منها اي خطوره، ما فيش منها اي مشاكل، لانها حاجات كلها احنا اصلا بنستعملها في حياتنا اليوميه، تمام؟ في نفس الوقت بتبقى كويسه جدا لجسمنا. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ انا معايا الموج اهوت زي ما انتم شايفين، ومعايا المصفى، لان ما ينفعش ان انا اشربها كده. وهعمل ايه؟ واقوم مصفياها بالشكل ده كده، تمام؟ ده كده خلاص اهوت بالشكل ده كده، ده يعتبر كده بوله كبيره زي ما انتم شايفين، بتاخد 3 كوبايات من كوبايات الشاي اللي احنا بنشربهم العاديين. طبعا احنا يعني ايه بعد كل وجبه بنقوم نعمل شاي، بنعمل اي حاجه، والعادات دي بتبقى عادات غلط وسيئه، فاحنا المفروض نستغنى عنها خالص. طيب هنستبدلها بايه؟ هنستبدلها بالمكون اللي انتم شايفينه معايا ده دلوقتي، اللي هو الشاي بالكزبره بورق اللورا اللي احنا عملناه من دلوقتي، ودي احسن حاجه، ده هتنزل معاكي الوزن بتاعك وهتنزل معاكي الدهون كمان، يعني هتنزل وزن وهتنزل دهون. ده كده يا جماعه بقى هنستعمل الكوبايه، بعد ما بتدفى كده هنغطي عليها، طبعا عشان قلنا البخار دوت هنغطي عليها باي حاجه يكون ازاز برضو. ممكن لو انت هتعبيها مثلا في ازازه لازم برضو يكون ازاز. هناخد الكوبايه بتاعتنا ونشربها دافي، بعد كده الكوبايتين الباقيين هنحطهم في الثلاجه، يعني بعد كل وجبه كده هندفيها زي ما بتشرب الشاي هتشربها بالظبط. بس هنعمل ايه؟ كل كوبايه احنا هنشربها هناخد عليها كده عصره ليمونه، يعني الليمونه هنقسمها 2 زي ما انتم شايفين كده، وهناخد بس عصره واحده من نص ليمونه على الكوبايه اللي احنا هنشربها. طيب الناس اللي هي هتسالني تقول لي طب احط عليها سكر؟ لا، ابعد عن السكر خالص، زي ما اتفقنا كده في بدايه الفيديو قلنا يا جماعه هنحاول بس ان احنا نبعد نفسنا عن السكريات خالص في اول اسبوع. ابعد نفسك عن السكر، اقل حاجه ابعد نفسك عن السكر. الناس اللي هي مثلا مش قادره تبعد عن السكريات والحلويات قللي بكميات بسيطه. طيب في ناس هتسال هتقول طب انا مش هقدر اخدها بالشكل ده كده، هقول لك حط عليها معلقه عسل ابيض اللي هو معلقه عسل نحل، حطها على الكوبايه ديت واشربيها مع عصره ليمونه زي دي، تمام؟ طيب هناخدها بعد كل وجبه بنص ساعه، يعني احنا بناكل 3 وجبات بعد كل وجبه بنص ساعه هنشرب كوبايه زي اللي انتم شايفينها قدامكم ديت، يعني بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء كل وجبه كده ان شاء الله بنص ساعه هنشرب كوبايه زي. طيب والباقي هنعمل في ايه؟ زي ما قلنا هنحطه في التلاجة في اي بوله ازاز كده ولا حاجه، او في مج او بوله ازاز زي ما انتم شايفين كده، يعني لو عندك مج ازاز بوله ازاز اي حاجه، بس هنكون برده مغطيين عليه، تمام؟ حدش يقول لي حط في حاجه بلاستيك حاجه باغه الحاجات دي كلها، لا ممنوع، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. ما عندكش ازاز، اي ازازه بقى عندك تكون فاضيه ولا حاجه حطها فيه، تمام كده؟ بعد ما بتطلعها من التلاجة بتدفيها زي ما بندفي كوباية الشاي كده وبنشرب. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تشيروا الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويحط لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.